اون فاينلي هيدا ميك اب توتوريال اللي كثير زمان مش مصوره ميك اب توتوريال. الميك اب لوك مثل ما شفتوا كثير سمبل وخفيف، خرج للشغل للجامعه او حتى للي ما كثير بحب يحط ميك اب يقدر يحطه على ظهره مثل انا. anyway فيكم تلعبوا بالستبس، فيكم تزيدوا ستبس اذا بدكم، مثلا بلاش انا ما بحب حط، اي شادو ما بحب حط، حتى برونزر هلا بتشوفوا، وفيكم تنقصوا كمان، يعني مثلا حواجبي كثير باخذ وقت عليهم، بحب يكونوا انستغرام اي براوز. ف انتوا بتقرروا شو عبالكم تزيدوا شو عبالكم تنقصوا، but this is basically it. اللوك كثير هين وما كثير بده وقت، ان شاء الله يعجبكم. ما تنسوا بليز قبل ما تفلوا اذا بعد ما عملتوا لي فولو على انستغرام، تعملوا لي فولو على انستغرام ويلا ليتس جو. Natural makeup look, here we go. حبلش أول شي بالفونديشن اللي هو Derma Blend 3D من Vichy اللي شي كان بحكي. So أول شي بحب حطه على إيدي وبعدين بحب نقط فيه نقطن على وجهي لأنه هيك طالبين منكم تعملوه، وبوزعه كأنه عم مد الكواك الشمس. أوكي سو لأنه إذا مديتوه ببرش شوي سئيل هيدا بنشي بسرعة سو بضايقني بعصبني هيدا الفونديشن، بس عم مجبورة أستعمله لأنه هيدا أحسن واحد لبشرتي هلأ مع التريتمنت. عم رجع أستعمل Face of D Sponge لشيل محل ما بتفرق من الدقن للرقبة لأنه بنشف بسرعة مثل ما قلت. قبله استعملت على فكرة مرطب، ما استعملت برايمر. انتو إذا بتزيتوا بتستعملوا برايمر وبتستعملوا الفونديشن اللي انتو بتحبوه إن كان لايت أو ميديوم كفرج. هلأ للكونسيلر حبستعمل البرفكت هارموني كونسيلر من ساموا. هذا الكونسيلر بيعقد لإلي، كتير بحبه، هيدي رابع علبة بتصور، وبحبه لأنه هيدا بخبيلي السواد ماكسيموم، بحطه على كل تحت عيني وفوق عيني وبالزاوية خصوصي محل ما في ألوان. وإجان بعمله بلندينج بأحلى سبونج هلأ عم استعملها اللي هي Face of D. هيدا السبونج بتعمل تحت العين، واو سوبر سموث وناعم وبعقد. تاني كونسيلر عم استعمله كرمال فتح تحت العين هو الميبلين أنتي إيج ريوايند كونسيلر. أنا شيد لايت، أنتوا فيكم تكتفوا بكونسيلر واحد بس أنا أكسترا بحب استعمل اثنين، سو مش نك عم استعمل اثنين اليوم. وإجان بعمله بلندينج. هلا to my favorite part، lately كتير عم حب اخد وقت للحواجب تبعي. بلش بخط من تحت بجلسه، بعدين بعمل خط من فوق وبلش عبي بأول الحاجب بس بلا ما حس يعني أنا وإيدي خفيفة، وبعدين مشيت ليفوتوا الألوان بعد. وهذا الحاجب اليمين عندي ما قاله دنب حرام، بقى برجع برسم له فوق الدنب، يعني بعلي شوي فوق محاجبه موجود شوي مش كتير كتير كرمال يصير symmetrical مع تاني حاجب. عم استعمل البراو ديفاينر من Anastasia Beverly Hills، عم حبه، it's a nice combo، it's a nice pencil يعني. والتاني الشي بدي استعمله هو الكونسيلر زيته طبعا ميبلين، بستعمله على flat synthetic brush وبحب أعلم فيه تحت الحاجب فوق الحاجب basically كله سوا، يعني الاوتلاين تبعه. هيدي الستيب إذا كان عندكم الصبح تعملوها عملوها، لأنه إذا عبالكم كان عندكم Instagram eyebrows you have to do it. بتقرب يعني ببين الايبراو شارب اكتر وواضح طالع لبرا اكتر، اكيد بلند بلند بلند. فعم بعمل هيدا ستيب قبل ما كنت ثبت الكونسيلر لابقى الكريمي برودكتس مع الكريمي برودكتس. وركزوا ايدكم كتير منيح، just trust me if you ever try this you're gonna love it. هلا عم بتأكد انه ما في كريسينج وعم ثبت الكونسيلر بس الجفن الفوقاني بلوس باودر اللي هي RCMA no color powder. عادي ما في شيء interesting. وهلا عم استعمل illuminating stick من NYX، هيدا بيعطي لمعة كتير خفيفة وخرج لك اليوم. الشيد هو شاردوني شي هيك، سو رسمت فيه وبعدين عم بعمل بلندينج فيه كمان على عظمة الحاجب. شوف الفرق، هون ما في وهون في، it's a very subtle glow. هلا عم ثبت بزيت اللوس باودر بس تحت العين، بجرب ما دق بالستيك بالهيدا الهايلايتنج ستيك لانه اذا حطيته فوق الباودر ما بيطلع حلو. هلا عم باخذ لاغونا برونزر من نارز على بلندنج براش، هيدا من مورفي. عادي بقى بلندنج براش محطه بس على الكريس لانه ما ححط شيء على الجفن الا بس هيدا اللون، بس ليكون متناسق مع البرونزر اللي هو زيته كمان. عم باخذه على هيدا البيج براش وراح اعمل فيه مش كونتور قوي، راح بعمل هيك برونزنج لكل التشيكس و سلاش يعني كونتورينج سلاش برونزنج بيسكلي. عملوا بلندنج منيح، خذوا وقتكم على هيدا ستيبس، عن جد مش حلو هيك تطلعوا مش معمول بلندنج منيح البرونزر تبعكم، معلش تيك سم تايم. عم حط كمان شوي تحت على الجا لاين. هلا انا بكز ايم اكسترا ما ضروري تعملوها بس انا ما بحب يعني يكون سوبر شارب، عم بعمل شويه بيكنج تحت البرونزر على الجا لاين كرمال يبرزوا التشيك بونز اكثر، يبرزوا الجا بونز اكثر. ما ضروري تعملوها تراست مي. بعد ما حطيتكم البرونزر، بعد ما كون حطيت البرونزر عم ثبت حواجبي بكلير براو جل هيدا من ريمل، بس ليبقوا محلهم لانه ماي اي براوز جو كريزي دورينج ذا داي. هلا عم بنفض البيكنج، طريقه كثير نعمه، بجرب ما اشيل
شو بسموه هذا الباودر او مش الباودر الفاونديشن. صار وقت الماسكارا رح بستعمل توتال تمتيشن ماسكارا من بعد ما اكون I curled my lash بعد ما شو بقولوا تعشطن يعني. انا ما كتير بحب كتير ماسكارا عقد ما بحب اخد وقتي انا عم مشطن لانه بحس هيدي هي التريك ليطلعوا رموشكن حلوين. زيتها كمان عم حطها على lower lash line على lower lashes وكتير عم حبها هالمسكرة ريحتها حلوة وما كتير بتعملهم بشعين هيك لك سميك you know كتير ناعمين طاقت I love it. هلأ صار وقت عم برقص للهايلايتر. حبستعمل soft and gentle من MAC ما ضروري تستعمله بس أنا بحب glow صعم زيد بعد glow أكتر على عدمة العين على عدمة شو بيسموه الخد عم بوصلهم سوا وواو واو واو. واخر ستيب بحب شيل كل شيء بقى فاونديشن على شفافي بحب شيله ماكسيموم بحب ما ححط حمرا هولي لوني هولي لون شفافي I love it. انزو انتو بتحبوا تحطوا نيود او whatever you can do it. انا ححط بس شو بقوله مرطب شفاف اللي هو من بيز لاين ما فيه لون فيه بس لمعة which is good and this is basically it for the look. Yay! That's it. Thank you إذا وصلتوا لهون. Please ما تنسوا قبل ما تفلوا تخبرون رأيكم بهذا الميك اب لوك تحت بالكومنتس أنا برد على الكل. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب كمان لتعرفوا إمتى ما عم ينزل الفيديوز. Thank you so much for watching. I'll see you next time. Adios.